اليوم 10 هذه 10 اليوم هاي ضبطية جديدة بعد مستودع في موبايلات. طبعا حسام قاعد يصورني. هذه سامسونج كمية كبيرة. وين راح تبع الايفون؟ هذا الايفون جايبين العلب الفاضية معاها الاكسسوارات تبعها، بعدين يحطون الموبايل المجدد اللي يتم تجديده. العلب الفاضية هذه عندنا احنا مهمة الان، لانها هذه اللي تخدع المستهلك او الشاري. كميات كبيرة من الموبايلات. شوف هنا حسام طبعا مع الغلفة تبعها والارقام، عدة عينات من الموبايلات اللي هي سامسونج. هي مش بسيطة، نحن نتكلم كمية كبيرة جدا، وهاي ضمانات مالها اللي تنحط عقب. في انواع ثانية من الموبايلات، انا ما اشوفها مال ايفون. هذا بعد تبع سامسونج، الاعلاب الفاضية اللي يحطوا فيها الموبايلات. هم عادة ما بيحطوا البيض كله في سلة واحدة، لكن هاي اللي حاطينها سلة واحدة. هذه نوكيا مقلد. بالإضافة إلى الموبايلات في بضايع ثانية اللي هي عطور مقلدة، مستحضرات تجميل، عدة علامات تجارية، وأيضا مستحضرات تنظيف، دنهل، صابون، شامبو، كميات زينة لا بأس فيها. هذه بعد عطور، وهذه مستحضرات تجميل. هذه عطور بعد، وإلى ضبطية قادمة إن شاء الله.